بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. هنتكلم على الرايق كده وبهدوء على مباراه غانا والجزائر. اه، وفي ناس كانت بتقول لي ان المنتخب الجزائري انتم مركزين معاه حتى في الماتشات الوديه. والله يا برو، اللي اعرفه ان منتخب مصر مش هيعمل وديات، ولا المنتخب المغربي هيعمل وديات، ولا المنتخب التونسي عامل وديات. فالمنتخب الوحيد اللي كان رايح قطر عشان خاطر يعمل ماتشين وديين كان منتخب الجزائر. المنتخب الجزائري جمال بالماضي كان عايز يبداها بسهوله قدام جامبيا وبعد كده يختمها بصعوبه قدام غانا. للاسف ماتش جامبيا اتلغى، فلقى نفسه ان هو هيلعب ماتش غانا باللعيبه اللي هي لسه جايه من اوروبا، زي محرز وزي بالرحمه وزي بن سبعيني وزي عطال وزي مندي، واغلب الفرقه لسه جايه من اوروبا. فانت بتلعب مباراه قدام فرقه محترمه زي منتخب غانا، انتوا الاثنين بتلعبوا مباراه تحضيريه. وعلى فكره المباراه وانت طالع تتكلم فيها بعد المباراه، حاجه من الاثنين، يا هتطلع تختار ان انت تطبل صرف للفرقه اللي كسبت، وللاسف دي اغلب المدرسه المصريه اللي شغاله دلوقتي في تحليل المباريات، او هتطلع تتكلم على تفاصيل المباراه. هل المنتخب الجزائري كان طول ال 90 دقيقه راكب الجيم؟ مفيش فرقه في العالم بتركب الجيم 90 دقيقه، ما تصدقش الهري ده. مفيش فرقه في العالم بتفضل متحكمه في نسق المباراه 90 دقيقه، مستحيل يحصل. هتلاقي في اوقات الفرقه الثانيه بدات تاخد كوره وبدات تشكل خطوره على المرمى بتاعك، وده حصل. ده حصل الشوط الثاني في بدايته. المنتخب الغاني كان اكتر خطوره على المنتخب الجزائري، في تصويبتين رئيس مبوحي تصدى ليهم، كان ممكن التصويبات دي تخش اهداف فنتيجه المباراه تعكس. كان في لقطه اللعيب بتاع المنتخب الغاني كان بيدور على ضربه جزاء، كان بيحاول يتحايل على الحكم، لو الكره دي اتحسبت كانت ممكن المباراه خدت اتجاه تاني. فانت الكلام بتاع الاسد والقوي والفريق الاقوى، مفيش حاجه في الكوره بتبقى كده طول 90 دقيقه، احنا بنتكلم على مراحل. المرحله بتاعت بدايه الشوط الثاني المنتخب الجزائري كان بيعاني، ما بعد التغييرات وما بعد نزول اسماعيل بن ناصر وما بعد خروج ادم زرجان، هو زرجان تمام كده، بعد خروج ادم نص الملعب بدا يتظبط، المنتخب الجزائري بدا يفرض لعبه. المنتخب الجزائري رامز وبن ناصر بداوا يشكلوا ثنائيه مميزه، والثنائيه دي هي تقريبا اللي شايله افكار جمال بن ماضي الهجوميه، لان الاثنين دول عندهم قوه، عندهم سرعه ارتداد، عندهم افتكاك كرة، بيعرفوا ان هم ياخدوا كرة من الخصم، ودي حاجة مميز فيها رامز زاروكي جدا، رامز اللي كان واحد من نجوم المباراة النهاردة. فرامز وبن ناصر لما بينزلوا اسلوب اللعب بيتغير تماما، اسلوب اللعب بيبقى فيه سرعة هجومية عالية جدا. السرعة الهجومية دي بيعاني معاها ياسين ابراهيمي، ودي اللي احنا اتكلمنا فيها قبل البطولة، ان ياسين ابراهيمي الفرقة رتمها عالي. الرتم العالي ده ياسين ابراهيمي ما جربوش في قطر، الرتم العالي ده ياسين ابراهيمي في بورتو نسي من زمان. ففكره ان ياسين ابراهيمي هيعرف يسد مع السرعات اللي المنتخب الجزائري بينقل الكره بسرعه كبيره جدا ما بين رجل لرجل، الموضوع هيعاني معاه ياسين ابراهيمي. سفيان فغولي ما عندوش اي مشكله، بن ناصر بالرحمه ما عندوش اي مشكله، رياض ما عندوش اي مشكله، ادم والناس ما عندوش اي مشكله، يوسف عطال ما عندوش اي مشكله، كل اللعيبه دي ما عندهاش اي مشكله ان هي تلعب في رتم سريع. انما ياسين ابراهيمي نظرا للسن بتاعه الموضوع صعب بالنسبه له. بغداد بنجاح الفريق لما بيوصلوش كور ممكن ما تشوفوش في المباراه، وممكن تقعد تبقى ظلمه، تبقى حاسس ان هو مش موجود جوه الملعب، بس في كوره ممكن يخلصها. يعني اسلام سليماني ما راحتش كور ليه كتير على مرمى المنتخب الغاني اول ما نزل، بس سليماني اول ما اتلعب له عرضيه وكان قادر ان هو يواجه المرمى سجل على طول على طول. انما الكره الوحيده اللي اتلعبت ليه بغداد، للاسف بغداد ما اتعاملش معاها بطريقه جيده فضاعت. دي الفرص اللي احنا شفناها الشوط الاول. الشوط الاول المنتخب الجزائري ما كانش مقدم جيم هجومي مليء بالكره الجميله والتيك تاكا والابداع، لا، المنتخب الجزائري سجل هدف في الدقيقه 8 وبعد كده الريتم هدي شويه 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 لحد ما كلنا بدانا نمل. المباراه رتمها عالي لما التغييرات حصلت، لما نص الملعب بدا يتظبط. مع احترامي لادم ومع احترامي لاي حد، اسماعيل بن ناصر حاليا في فورمه عاليه جدا جدا جدا. كنا بنتكلم على ماتشات ميلان ان بن ناصر اول ما بينزل الموضوع بيبدا يتغير، وبنلاقي ان في زيادات هجوميه، وبنلاقي ان في حريه هجوميه، وبنلاقي سرعه استرداد الكره بدات ان هي تكون سلسه بالنسبه لميلان. ليه؟ اسماعيل بن ناصر بسم الله ما شاء الله بدا يكون مستواه عالي جدا، فبدا يفرق جدا جدا مع اي فريق. فلما بن ناصر ينزل وتنزل معاه كمان لعيب زي فريد بولايا، انا بصراحه ما اتفرجتش عليه كتير، بس هو النهارده عمل جيم مميز، والنهارده عمل كور كانت مؤثره جدا في الهدفين اللي المنتخب الجزائري سجلهم، واحده العطاله اللي لعبها عرضيه والمدافع جابها في نفسه، وكمان الكره بتاع الهدف الثالث. ده مش تقليل من المنتخب الغاني، بس برضو كلنا عارفين المنتخب الغاني من غير ولاد عبيدي بيليه عنده مشاكل هجوميه. المنتخب الغاني قوته النهارده كانت موجوده في دانيال امارتي، وكانت موجوده في لعيب زي توماس بارتي. انت بتلعب غانا على كده،
دول اكبر اسمين في الملعب، انما غير كده كلها لعيبه شابه، كلها لعيبه مغموره احنا ما نعرفهاش ونسمع عنها. فالمنتخب الغاني كان واحد من كبار القاره، وبعد كده الكوره والدنيا جرت عليه. فطبيعي انك لما تعمل ماتش ودي مع فرقه كبيره زي المنتخب الغاني كاسم، انك تكون بتوصل رساله لكل الفرق، ودي بعد ما تلعب مباراه سهله قدام جامبيا. اللي عمل ازمه واللي عمل مشكله في موضوع ان المنتخب الجزائري من بعد ما سجل هدف ما كانش ليه فرص كتير، هي فكره الجماعيه والانسجام اللي كان ناقص، لان المنتخب ما اتجمعش بقاله فتره طويله. فالمنتخب كان عنده مشكله كبيره جدا ان هو بعد ما سجل الهدف الاول يجيب الثاني ويجيب الثالث ويجيب الرابع. ليه؟ لان زي ما قلت لك عنده مشكله في الانسجام. فطول ما فيش انسجام، وطول ما مفيش سرعه نقل الكوره، وطول ما فيش سرعه استرداد الكوره من الخصم، المنتخب الجزائري عنده مشاكل. امتى المشاكل دي بدات تنتهي؟ لما نص الملعب بتاعك بدا يفوق، ولما نص الملعب بتاعك بدا يعمل لك اضافات، واربعة اتنين اربعة بتعتمد اعتماد كلي على ثنائي نص الملعب. فثنائي نص الملعب بتاعك لو فايق هيجيب لك الجيم، لو مش فايق هتعاني. ودي حاجه كنا بنتكلم فيها على توماس توخيل وتشيلسي، لما كنا بنقول ان تشيلسي 3-4-2-1 لو جورجينيو وكانتي في ماتش من الماتشات مش موفقين هيتنفخ، وقد كان حصل في ماتش ويست هام اللي الفرقه اتغلبت سكور، كان في مشكله كبيره جدا في نص الملعب. بصوا حصل في ماتش كده تقريبا اتغلبوا سكور، كان جورجينيو سيء جدا. فاحنا لما بنتكلم على اسماعيل بن ناصر مش بنقلل من العناصر اللي موجوده جوه الملعب، ولا بنقلل من ادم والناس، لان ادم والناس لعيب كنت معجب انا جدا بيه بنابولي، لعيب كان من اللعيبه اللي هم بيقولوا عليه ان هو واحد من اللعيبه اللي بروفايل ميسي، اللي هو عنده مهارات فرديه عاليه جدا. ادم والناس انا فرحت جدا ان هو سجل هدف النهارده، وبفرح جدا لما بلاقي ادم والناس موجوده على الدكه في ماتشات نابولي، وبفرح بوجود ادم والناس، بس مع احترامي رياض في حته لوحده خالص. يعني ادم والناس لسه ولد صغير، بس رياض محرز وخبره رياض محرز بتفرق مع الفريق، سعيد بالرحمه بيفرق مع الفريق، بلالي لو كان جاهز النهارده بيفرق مع الفريق، فقوه نص الملعب وقوه العناصر اللي موجوده قدام بتفرق مع الفريق، بغداد حالته المزاجيه بتفرق مع الفريق. فلما المنتخب الجزائري يطلع كسبان 3-0 وانا اقول لك ان الاداء ما كانش واو، فانا بكلمك على اجمالي 90 دقيقه، مش بكلمك على المحصله النهائيه. المحصله النهائيه 3-0 بتدي رساله قويه للمنافسين، بتكمل ال 34 ماتش في السلسله بتاعتك، بس مش معنى كده انك طول الجيم كنت مثالي، يعني مفيش حاجه في الكوره اسمها مباراه مثاليه. فانا عايزك بس تفهم القصه دي، وعايزك بس ما ناخدش الموضوع على اعصابنا، وافتكر في الاول في الاخر ان احنا بنتكلم على ماتش ودي، ان شاء الله باذن الله يكون ماتش تحضيري كويس جدا، نتمنى التوفيق لكل الفرق العربيه المشاركه في كاس الامم الافريقيه. لو الفيديو عجبك شارك في الكومنتات وقول رايك الايجابي او رايك السلبي، واعمل كل اللي انت عايزه، بس في الحالتين تذكر دايما انك لما تقول راي فيه شتيمه او راي ما يعجبنيش ليه حق برضو انك